Obligé de chauffer. عجبني الحال بزاف بزاف الحمد لله، كانوا لي رياكسيون تري بوزيتيف، ونتمنى يكمل الفيلم ان شاء الله في لي سال ويكون عنده اقبال كبير. جيت فيه رئيس عصابه الصلاع واللحية والكوستيم ولي فيس وداك الشيء، وتلحكم في محسن، تلحكم في الدور، تقول اسكوتي اسكوت، تقول يهضر تيهضر. المهم دور زوين، اجواء زوينه، عجبني بزاف والله الا عجبني بزاف. غادي نكمل فيه الا عجبت الناس، ولا عجبني ماشي الا عجبت الناس وعجبني راسي غنكمل فيه. واللورول ديالي ديال النمس واحد من العصابه اللي كتهرب، ما نحرقش لكم الفيلم. كتبقى معاه واحد البنت اللي كيبغيها وكيبقى معاها حتى الاخر وكيضحي عليها قبل. هذا هو الكوتي اللي عجبني في لو بيرسوناج. الوغ كنتمنى الفيلم يعجب الناس، ومن ما بغيناش نديرو زعما شي سوكسي انكرويابل، مي نكون نعجبو الناس ارتستيكمون. هذا هو اللي كاين. كيف شفتوا الفيلم؟ فيه بزاف ديال المشاهد الخارجيه هما اللي كانوا صعاب، لانه كنا كنصوروا في الاكستيريور، كانوا ظروف ديال الطبيعيه اللي كانت قاصحه بحال البرد، صورنا في واحد لابيريود شويه بارده. من الحمد لله داز كل شيء في جو عائلي، كانوا التقنيين كلهم كانوا تبارك الله في المستوى، والممثلين تاعهم كانوا اكثر من رائعين. يعني كنا وميم طون واخا كان العذاب وكان المشقه وكان التعب، كنا كنستمتعوا لانه كنحاولوا نديروا شي حاجه من قلبنا اللي نوصلوها للجمهور. مساء الخير ومرحبا بكم، كنشكركم على الحضور ديالكم للتكريم ضابط كفر السي سعيد ناصر على المجهودات والتحيات الكبيره اللي قدم لخدمه الامن والاستقرار. نعطي الكلمه للسي سعيد.